أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج التاسعة، حلقة يوم الجمعة. وزي ما عودنا حضراتكم دايما، حلقة الجمعة بتكون بنحاول نطلع فيها من جو الأخبار والسياسة والأمور الصعبة شوية على مدار الأسبوع، وبنحاول نشوف فيها الجوانب المضيئة في مصر وفي العالم كمان. وطالما بنتكلم عن مصر والعالم، لازم نتكلم إن في الفترة الأخيرة تابعنا إن كل فترة كان بيزور حد مصر من مشاهير العالم في مختلف المجالات، سواء الرياضية أو السياسة أو الفن أو حتى المؤثرين على السوشيال ميديا اللي احنا بنسميهم البلوجرز، وده بيتابعهم طبعا الملايين من المواطنين في مختلف العالم على المنصات المختلفة. واحد من أهم أو من البلوجرز المشهورين في الفترة الأخيرة هو البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز، اللي بيتابعه الملايين حول العالم، والمعروف بحاجة يعني غريبة شوية، برقصته الشهيرة. جنكيز أو ياسين جنكيز بلوجر بيصل متابعينه حوالي 15 مليون متابع. بدأ مشوار الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 2021، وزي ما احنا متابعين مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي وصوله لمصر. ياسين جنكيز بدأ في حياته كمزارع عادي جداً، وبعد كده كان في لحظة من اللحظات عمل فيديو كده على يعني في حالة يأس، يعني عمل فيديو على التيك توك، ومن ساعتها والأمور مشيت معاه واتشهر وبقى بلوجر مشهور. مشهور بإيه بقى؟ مشهور إن هو بيحب الأكل، يعني هو من شكله طبعا زي احنا واضحين كده معانا إن هو راجل أكيل. زار مطاعم في مصر، راح الأهرامات زي ما احنا شايفين، ياكل حد بياكله مثلا او المكان اللي بياكل فيه، ويبدا رقصته الشهيره يعني بيسموها رقصه الكرش، يعني موجوده كده على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. سبق وقبل كده وتقابل مع فنانين مصريين وطباخين مشهورين في تركيا وفي كل مكان زاره. هو قرر ان هو يزور مصر في دعايه غير مسبوقه ليه السياحة المصرية في موسم سياحي غير مسبوق في تاريخ مصر. احنا عندنا السنة دي السياحة في مصر سواء في ناحية البحر الأحمر أو الساحل الشمالي ومهرجان العلمين الجديدة، البلوجرز كان عندنا من فترة قريبة جدا البلوجر الألماني المشهور نويل روبنسون، وده طبعا كلنا تابعناه وشفناه في كل مكان، حتى في العلمين الجديدة كان موجود مع الفنان تامر حسني في الحفلة اللي كانت الجمعة اللي فاتت. وبدأ شكل مصر أو مصر تبقى وجهة لي البلوجرز دول المشهورين بمتابعة المواطنين ليهم، وده اللي ماشي حاليا. يعني هو كل المواطنين دلوقتي أو كل الشباب ليه بلوجر معروف بيتابعه، لكن لما البلوجر ده يجي مصر عندنا ويزور الأماكن السياحية في مصر، فده بيدي انطباع للعالم كله إن مصر بلد سياحية من الدرجة الأولى. مصر بتشتغل على كل جوانب السياحة في العالم، بسياحة سواء سياحة شاطئية سواء سياحة تاريخية سياحة إسلامية، وده هياخدنا لموضوع تاني خاص بمسألة السياحة. ولكن المرة دي الموضوع متعلق بمشكلة احنا بنتابعها الفترة الأخيرة. مشكلة ايه بقى؟ الشائعات. بنشوف الفترة دي ان في شائعات في كل المجالات، بتطول التعليم، بتطول الصحة، بتطول السياحة، بتطول اي، واحنا عارفين طبعا مين اللي بيقف ورا الشائعات دي. الإشاعة بتاعت النهاردة كانت متعلقة بمنطقة الأهرامات، وعايزين بس نفكر حضراتكم إن الكلام عن منطقة الأهرامات ما بدأش امبارح أو أول، لا، في شائعات من فترة طويلة بتتكلم عن الهرم الأكبر، هرم خوفو، لو حضراتكم متابعين اللي بيحصل وبيتقال عن الموضوع. طب كانت إيه الشائعة بقى اللي بتقول؟ الشائعة بتقول إن تم إغلاق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير. طبعا الشائعة دي يعني نقدر نقول الناس اللي بتاخد من الحبة تعملها قب. الموضوع كله باختصار شديد جدا لحضراتكم، هو مركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى طبعا الإشاعة دي، وقال إن منطقة الأهرام مفتوحة لكل المواطنين سواء مصريين أجانب في أي وقت. كل الموضوع إن غرفة الدفن في هرم خوفو بيتم لها ترميم، وبالتالي ما بتدخلش بس الزائرين أو السواح، ما بيدخلوش للمنطقة دي بناء على أعمال الترميم اللي شغالة. فبالتالي دي إشاعة ماهيش سليمة، إشاعة كاذبة لم يتم التحقق منها، وبالتالي في ناس بتنساق ورا الإشاعات دي. إحنا دورنا هنا في التلفزيون المصري ودور مركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وكل يوم في نشرات الأخبار وفي البرامج بنأكد وبنوضح للناس إزاي مجلس الوزراء بيرد
على الاشاعات دي، ووزاره السياحه تحديدا، لان هو طبعا مركز الاعلام المجلس الوزراء بيتواصل مع الجهه المختصه، اذا كانت الاشاعه خاصه بالتربيه والتعليم فبيتواصل مع وزاره التربيه والتعليم، الصحه بيتواصل مع وزاره الصحه، في السياحه بيتواصل طبعا مع وزاره السياحه. وهنا وزاره السياحه والاثار شددت ان منطقه الاهرامات هي منطقه مفتوحه امام جميع الزائرين مصريين واجانب زي ما قلت لحضراتكم، وحركه الزياره فيها طبيعيه جدا، واعمال مشروع تطوير منطقه الاهرامات الجيزه اللي يمكن حضراتكم متابعينها، اللي ساكن في اكتوبر او اللي بيروح المنطقه دي وبيعدي سواء من على الطريق السياحي او الدائري بيشوف ان في شغل في المنطقه دي لتطوير المنطقه بدا من كام سنه. فتطوير المنطقه الاثريه ومداخلها ومحيطها وبرضه مركز الزوار، كل ده ليه؟ علشان نرفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية سواء أمام الزائرين المصريين المحليين أو السائحين اللي بيجوا من كل دول العالم لزيارة الأهرامات، أحد عجائب الدنيا السبع. يمكن كان آخرهم البلوجر ياسين جنكيز اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية لما زار منطقة الأهرامات، مفيش بلوجر أو مشهور بيجي مصر، وزي ما تابعنا من فترة مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، كل حد يجي مصر عايز يروح للأهرامات. فبالتالي منطقة الأهرامات مفتوحة مش مغلقة تماما زي ما الإشاعة بتقول، والأعمال فيها بتسير بشكل طبيعي جدا، الزوار موجودين طول الوقت، اللي عايز يروح يتفضل يروح يجرب وهيشوف ويعرف إن كلامنا صح. ويمكن هنا مناسبة قبل ما أطلع فاصل مع حضراتكم أأكد على موضوع الشائعات والرد عليها، مش كل خبر هنقراه هنصدقه، مش كل خبر هنقراه هنمشي وراه ونردده وتكبر الإشاعة، وهو الموضوع في النهاية كله زي ما قلنا لحضراتكم إن هي غرفة الدفن في الهرم الكبير هرم خوفو، وهي المغلقة والممر الطويل ليها اللي يمكن عرضه متر وارتفاعه متر و20 سنتي، هو ده اللي مغلق أمام الناس وحفاظا على سلامتهم وحفاظا على السياح. لكن المنطقة برمتها مفتوحة للمواطنين، بنرجو تاني من حضراتكم عدم الانسياق وراء الشائعات، الوصول للمعلومة من مصدرها، صفحة المجلس مجلس الوزراء ومركز المعلومات وصفحة الوزارات كلها، صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء كل شوية كل دقائق بتنزل أخبار تبع الوزارات معينة وبترد على الشائعات. ده فيما يتعلق بالسياحة، سواء السياحة الإيجابية اللي شفناها من زيارة البلوجر التركي المشهور ياسين جنكيز، أو من الرد على شائعات اللي بتتعلق بغلق منطقة الأهرامات لمدة شهرين، وده طبعا كلام غير صحيح. احنا هنروح لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم نواصل فقراتنا في النهاردة الجمعة 4 أغسطس من 9. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في وسط الكلام عن الأطفال أو الطلبة بتوعنا، سواء احنا بنتكلم اليومين اللي فاتوا في نتائج ثانوية عامة، فالكلام عن التعليم ومستقبل التعليم في مصر وولادنا عاملين إيه في المدارس، احنا ما زلنا بنقول زي ما بنقول دايما إن مصر ولادة. العقول المصرية دايما رائدة في مختلف المجالات، وده مش كلام عشان احنا بنتكلم كمصريين والطفل المصري، لا هو دي حقيقة ومثبتة وبالنتائج وبالأرقام وبالإحصاءات وبالمسابقات وبالمراكز اللي بتتحقق على مستوى العالم كله في مختلف الاتجاهات وبرضه في مختلف الأعمار. إذا كنا بقى بنتكلم عن اختراعات مهمة، فمش بنتكلم على طلبة في الجامعة، مش بنتكلم على طلبة متخرجة أو مهندسين، لا احنا النهاردة معانا إنجاز، يمكن إنجاز عظيم جدا وإنجاز جديد الواحد يعني بيفخر وفي قشعريرة في جسمه كده بيحس بيها لما بيقرأ أو بيسمع عن طلبة مصريين من الأقاليم في ثالثة إعدادي وفي ابتدائي ياخدوا مراكز عالمية في اختراعات ذكية. احنا معانا طالبين، يوسف أحمد عبد الوهاب ده في ثالثة إعدادي، وأخوه عبد الرحمن ده في ستة ابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى علي بطنطا. ولادنا دول فازوا بالمركز الثالث على مستوى العالم في مجال المشروعات الخاصة بالابتكار. وخلينا هنا بس أقف عند فكرة المركز الثالث على مستوى العالم لطلبة في ثالثة إعدادي، أخين في ثالثة إعدادي وابتدائي في طنطا محافظة الغربية، وده من خلال المسابقة الدولية للابتكارات الذكية. الحقيقة كل يوم مهما كانت الدنيا بتضيق على الناس في حاجات ومهما كان في مشاكل، بس الأمل بيتجدد في شباب مصر اللي لسه بيطلع، يعني ده شباب نشأ لسه بيطلع، احنا في ثالثة إعدادي لسه قدامنا ثانوي وجامعة. لما نشوف طلبة زي عبد الرحمن وزي يوسف أخوه الكبير بيفوزوا بمراكز عالمية في الابتكار، وكمان بيسجلوا براءة اختراع بعد فوزهم في مسابقة عالمية للابتكار والاختراع، يعني ده موضوع يخلينا كلنا نفخر ونقول مهما كان في شدة ومهما كان في صعوبات، لا احنا عندنا الولاد بتوعنا حاجة تفرح، حاجة تشرف،
ولاد بيتحدوا كل بقى ظروف، يعني هنقول ثالثه اعدادي وسته ابتدائي في طنطا وبيوصلوا اللي احنا بنشوفه ده، ده موضوع محتاج وقفه ومحتاج نفهم ايه هو الموضوع وايه هو الاختراع وعملوه ازاي. خلونا بقى نفهم من يوسف احمد عبد الوهاب الطالب في سنه ثالثه اعدادي معانا على التليفون. يوسف مساء الخير حبيبي والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عامل ايه يا جو؟ الحمد لله. انت اسمك على اسمي، بس انا فخور جدا بيك يا يوسف على اللي انا قريته وسمعته وعايز اسمع منك بقى الكتير. قول لي يا يوسف الاول، انت في مدرسه ايه وفي سنه كام والدنيا في التعليم، يعني جت القصه منين انت عبد الرحمن اخوك في البدايه بس؟ وحضرتك المدرسه الاول هو مدرسه الشهيد مصطفى علي محمد عبد الرحمن، التعليم الاساسي اداره غرب طنطا التعليميه، مدرسه التربيه التعليميه محافظه الغربيه. جميل. المدرسه دي مدرسه حكومه عربي. حكومه عربي يعني عام، مش لغات ولا خاصه ولا حاجه؟ لا عام عادي، مدرسه حكومه عادي. حلو. وانا استخدم هنا في مدرسه حكومه. حبيبي برافو عليك. وفكره المشروع بقى، فكره المشروع على تصميم الرادار للتعرف على الهويه استخدام ترددات الراديو اللي هو RFID. واحده واحده عليا بقى كده يا يوسف عشان انا عايز افهم الموضوع بالتفصيل منك والساده المشاهدين يفهموا يعني ايه برنامج لتتبع والمركبات والتحكم فيها عن بعد من خلال ترددات الراديو. هو المشروع اسمه نظام RFID صح؟ هو راديو فريكوينس ايدنتيفيكيشن. جميل. ايه بقى المشروع؟ فكره المشروع بقى حضرتك على تصميم الرادار للتعرف على الهويه، بيتعرف على الهويه استخدام ترددات الراديو دي RFID البطاقات بدون شريحه الكترونيه. كويس. تمام؟ تمام. كما يقوم الرادار بالتحكم في ايقاف وتشغيل السيارات اللاسلكيه. يعني ده هيتابع العربيات؟ تمام كمل. بيقوم الرادار بالتحكم في العربيه ان هو يرسل كود، يعني الكود ده يخليه يقف يا اما يشتغل. العربيه دي مثلا ماشيه بسرعه عاليه. احنا خلاها يا اما تشتغل العربيه دي توقف لو هي ماشيه بسرعه عاليه، وتشتغل عادي خالص. أيوه. لو هي ماشيه بالسرعه القانونيه. حلو. يعني ده جهاز او مشروع او خاص بالرادارات يعني تقصد يوسف؟ تدخل في الرادارات. تمام. حضرتك المشكله ان دلوقتي الرادارات الموجوده حاليا تقصد المخالفه فقط بس. مظبوط. تمام. بدل ما تخليها تقصد المخالفه فقط، احنا نوقف العربيه اللي ماشيه بسرعه عاليه دي. يعني مثلا عربيه من على بعد كيلو ماشيه بسرعه عاليه، مثلا العربيه ديت فيها ارهابيين عايزين يضربوا الكمين ده. نعمل ايه؟ العربيه وهي ماشيه بسرعه عاليه هيكون فيها جهاز، الجهاز ده هيكون مأمن جدا ان هو ما يقدرش يخترقها. تمام؟ تمام. هيكون في جهاز ارسال، جهاز الارسال ده مع الامن. تمام؟ تمام. هيوصل الكود ده هيتبعت للجهاز اللي محطوط في العربيه ان هو يفصل الكهرباء عن العربيه. تمام. طيب عشان برضو نبسط المعلومة أكتر، هو الجهاز ده هيتعرف على العربية من خلال إيه؟ الراديو بس؟ وحضرتك هيكون في جهاز إرسال مع الأمن، في جهاز استقبال في العربية. تمام. موجود أوريدي في العربية. تمام. طيب دايما يا يوسف في الحاجات اللي زي دي بنسأل على أول حاجة الفكرة جات لك منين؟ يعني أنت طالب في ثالثة إعدادي وموضوع تتبع المركبات والسيطرة عليها والتحكم فيها عن بعد لدواعي أمنية وكده، جات لك الفكرة منين؟ وحضرتك أنا شغال الحاجات ديت بقالي 6 سنين. 6 سنين. تمام؟ 6 سنين. 6 سنين دي كان من 2018. ما شاء الله. كان بيحصل عملية إرهابية ساعتها. في سين. كان في كمائن بتتضرب بالنار بسبب إن في عملية إرهابية بتحصل. مظبوط. طيب أنت بقى لما شفت ده قلت أحاول أشوف حاجة تساعد. عايز حضرتك اشوف المشكله وعايز احلها ازاي. من تمام. حضرتك ده المشروع ده قبل العمليه، في كمان مشروع بعد العمليه. ايه بقى؟ اسمه الرصاصه الذكيه، وده مشروع عبد الرحمن. ايوه ما انا كنت لسه هسالك على عبد الرحمن، يعني انت بدات على المشروع بتاعك ده بتقول من وانت في ابتدائي. وعبد الرحمن دلوقتي في ابتدائي برضه. ما شاء الله. طيب عبد الرحمن ساعدك في مشروعك الاول قبل ما اكلم عبد الرحمن لو موجود جنبك.
ايوه سعد محمود. عبد الرحمن ساعدك، وبابا بقى ايه دوره في الموضوع؟ سعد ساعدني يعني انا قبل العمليه، لو انا عمليتي فشلت هو اللي يبدا بعديه. تمام. طيب عبد الرحمن جنبك يا جو؟ طب جنب. ممكن اكلمه؟ مش اتفضل عمي. ازي حضرتك؟ ازيك يا عبد الرحمن يا حبيبي؟ انا سنه سته ابتدائي. الف في سته ابتدائي. سته ابتدائي. الله اكبر ما شاء الله، الف الف مبروك يا عبد الرحمن. الله يبارك في حضرتك. قول لي بقى عشان نلم الموضوع ونفهم منك بطبيعه الاختراع بتاعك واللي انتوا خدتوا عليه المركز الثالث على مستوى العالم. مشروع الرصاصه الذكيه دوت بيقدر الرصاصه ديت بنحط جواها شريحه. بحيث ان الشريحه ديت عامله شبه جي بي اس، بس الجي بي اس لو حطيناه في الرصاصه هيسيب. لكن الشريحه اللي احنا عاملينها لو حطيناها في الرصاصه مش هتسيب. لانها مدهونه بصور عازل وثقمها 1.6. حلو. وبعدين حضرتك مثلا في كمين مصر ماشي، في عربيه ارهابيه جت ضربت نار ومشي، تحت هيكون في قناص على الكمين، كمين القناص دوت هيكون معاه رصاص، بحيث لما يضرب مثلا في زجر العربيه لو راح في اي مكان يتم تربحها عن طريق الذكاء الاصطناعي. تمام. يعني ده فيما بعد، يعني بعد مشروع يوسف بيخش موضوعك. طيب اخيرا وبسرعه يا عبد الرحمن، انت ويوسف واحنا فخورين جدا بيكم، وانتم مثل محترم لكل ابنائنا الطلبه اللي في اعدادي او في ثانوي او في جامعه. حضرتك من مشروع اسمه الميكروسكوب الذكي. الميكروسكوب الذكي قريت عنه برضو. جميل. بكره بقى انتوا ناويين على ايه بعد كده ان شاء الله؟ يعني لو انت تخصصوا في ايه تاني بقى؟ حضرتك المستقبل بتاعنا ان احنا نمنع المخالفات الاجباري. تمام. من خلال الذكاء الاصطناعي تقصد؟ من خلال انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن، وبشكر اخوك يوسف الكبير اللي في ثالثه اعدادي، وبشكر طبعا والدك ووالدتك واسرتك اللي يعني دعمتك وساعدتك لانك توصل وتاخده المركز الثالث على مستوى العالم في الابتكارات والاختراعات، وكمان يبقى عندكم براءه اختراع من هنا من وزاره البحث العلمي، اكاديميه البحث العلمي. شكرا جزيلا يوسف احمد عبد الوهاب واخوه عبد الرحمن، نماذج مشرفه من ولادنا، لكن الطلبه والولاد بيتطلعوا لبكره وبيشوفوا حاجات كبيره وبيبداوا من خلال امكانياتهم البسيطه المتواضعه ان هم يعملوا حاجه ياخدوا عليها جوائز عالميه. من كام يوم صرح المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنه الزراعه والري بمجلس الشيوخ ان اللي احنا بنشوفه دلوقتي او العالم كله بيشوفه من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره، كلنا ما بنتكلمش اليومين دول غير عن الحر والرطوبه العاليه. النائب قال ان كل ده بيحصل بسبب سرعه حدوث التغيرات المناخيه، بنتكلم كتير قوي على موضوع التغيرات المناخيه، وان التغيرات المناخيه دي مشكله كبيره بيتدخل فيها الانسان وبتدخل فيها الدول والسياسات في المصانع والحاجات دي كلها. قال كمان ان ارتفاع درجه الحراره بيتسبب في انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثر الحشرات دي في ظل المناخ، يعني معروف ان لما تبقى الدنيا حر قوي ورطوبة عالية الحشرات بينمو اكتر نموها وبتزداد انتشارها وبيقضي بالتالي على المحاصيل الزراعية من خلال نقل الامراض. كمان في اضرار كتير كمان للثروة الحيوانية في مصر من خلال الحشرات دي على حسب كلامه طبعا، وبتأثر بتأثير كبير جدا على المزروعات. لكن ايه علاقة درجة الحرارة بالحشرات وايه هي نوعية الحشرات اللي هتنتشر؟ كل ده هنفهمه من مداخلة تليفونية مع الدكتور شاكر ابو المعاطي استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية. دكتور شاكر اهلا بحضرتك الاول معانا في التاسعة. اهلا وسهلا بيك يا استاذ يوسف والساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور شاكر. يعني احنا عارفين ان الدنيا حر جدا ودرجه الحراره والتغيرات المناخيه، لكن ايه موضوع الحشرات وايه هي انواع الحشرات دي وهتاثر ازاي وهنتعامل معاها ازاي؟ والله يعني الموضوع في غايه الاهميه، بس كان يعني الواحد سعيد بالمداخله اللي كانت قبل كده مع السن الصغيرين الاشباه الجميله دي. حاجه تشرف، حاجه تفرح، وفي امل ان شاء الله وفي دنيا جايه، يعني ان شاء الله في خير، في بشاير خير كتير الحمد لله في مصر، ومصر ولاده ان اطفال زي كده يفكروا ان احنا يحموا البلد امنيا، حاجه كويسه جدا يعني. تمام. الـ 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 النقطه المهمه اللي حضرتك بتسال فيها تغير المناخ، ساتر من كام سنه قال ان هي قضيه وجوديه. صحيح. المنافسه دلوقتي على الغذاء بين الانسان وبين الحشرات. تغير المناخ ليه تاثيرات مباشره وتاثيرات غير مباشره. تاثير غير مباشر على النبات مثلا ان يبقى فيه اجهاد، في نقص في المحصول، إن عاوز ميه كتير،
التأثيرات الغير مباشرة اللي حضرتك سألتني عنه بقى إن هو ظهور الأمراض والحشرات، اللي طبعا كل كائن أو كل حشرة من الحشرات أو كل فطرة أو بكتيريا من المسببات المرضية ليه ظروف للنمو وإزاي يكمل دورة حياته. طبعا نقول التأثير الغير مباشر بنقول نتيجة تغير المناخ اللي هو ظهور الأمراض والحشرات. احنا كان معروف زمان ان كل حشرة لها موسم ووقت للظهور ووقت تبدأ. المزارع كان امتى عارف يجي المنة او التلبسة او الدوسر القطن في شهر كام، عارف المواعيد. دلوقتي لا، مبقاش عارف المواعيد لان الجو اتلخبط. يعني حضرتك الشتاء السابق اللي عدى ده بس الحراره كانت اعلى من المعدل، كانت اعلى ومفيش امطار كالعاده كالمعتاد، يعني كان في تغيرات. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، مفيش امطار. ده كان الاول الامطار دي وسيله للحد من انتشار الحشرات. المن مثلا مجرد ما الدنيا تمطر المن ده يختفي خلاص، غسلت الحشره على النبات وراحت الحشره، انتهت مع ذهبت مع ماء المطر. النهارده مفيش امطار. الموسم اللي فات ده مثلا كان مزارع الفاكهه المانجا او التين او العنب او الباء او النخيل البلح او غيره كان بيجي عليه اشهر الشتاء يرتاح من حشره اسمها ذوبه الفاكهه. فالشتاء الدافي السنه اللي فاتت ده ما ارتاحش المزارع. المزارع قاعد يرش طول السنه عشان يكافح الحشره، لان درجه حراره مرتفعه اعلى من المعدل. الحشره كانت بتخش في طور سكون، لا ما دخلتش طور سكون وقاعده تعمل اجيال. فبالتالي الموضوع صعب جدا. يبقى على تاثير عشان المشاهد فهم معايا الحشرة. عايزين على قد ما نقدر نبسط الموضوع ونلمه كده عشان نفهم ايه الموضوع. الحشرات، هل الحشرات كانت موجوده ولم يتم القضاء عليها؟ اول نقطه ما بقاش فيه موسميه للحشره، الحشره بقت موجوده طول السنه. تاني نقطه ان العدد الاجيال بتاع الحشرات بيزيد. يعني اذا كانت حشره دول مثلا بتدي اربع اجيال او خمس اجيال، الاجيال زادت نتيجه درجه حراره عاليه، ارتفعت درجه او درجه ونص، خلت الاجيال سبع او ثمان اجيال. جيل في الحشره يعني حاجه خطيره جدا، ان انت ممكن تقضي على المحصول. طبعا بتكون تكلفه عاليه على الدوله طبعا. وعلى المزارع. بيكون في الاخر في صوره تلوث في المنتج اللي طالع، خاصة ان في بعض المزارعين ما يتبعش التوصيات ويرش بالتركيز المناسب والوقت المناسب. النهارده بنقول ارتفاع الحرارة المزارع بيكون في حيرة، ان احنا عاوز عنده حشرة في الارض او الغيط بتاعه مش عارف يرش. احنا بنقول له ما ترش اثناء الظهيرة واثناء ارتفاع الحرارة. بعض المزارعين مثلا يكسل يرش بالليل او اخر النهار، الحشرة بتزيد في عدد اجيال، الحشرة مش هتتوقف. فبالتالي المنافسة زي ما بقول في اول المداخلة، المنافسة شرسة جدا بين الانسان وبين الكائنات دي. احنا الحشره عاوزه تعيش. في الحاجه الثانيه التداعيات اللي ظهرت عندنا، من ضمن التداعيات هجره الحشرات ودخولها الاجواء عندنا. مثلا حشره زي توتا ابسيليوتا ما كانتش موجوده عندنا في الاجواء المصريه، دخلت عندنا، جت عندنا في 2009 ودمرت مساحات كثيره من الطماطم، وكان لسه في بدايه الامر والمزارع مش عارف سلوك الحشره وترش الساعه كام، وان هي حشره ليله النشاط ولازم تترش بالليل لان نشاطها بيكون اكتر بالليل، جديده على المزارع فمش عارف يتعامل معاها. معاها. جالنا في 2017 حشره دوده الحج الجياشه او الحشره او دوده الحج بتصيب الذره برضو. فدي عندنا حشرات ما كانتش موجوده في البيئه ظهرت جديده عندنا. يبقى 2023 ايه اللي جد مع ظهور تغير المناخ وتاثيره المباشر دلوقتي؟ اللي جد مع ظهور في 23 الحراره في الاشهر الصيف اللي احنا فيها دي، درجه الحراره اعلى من المعدل. مظبوط. وبالتالي الحشرات شراستها بقت شرسه جدا، ان هي بتزود عدد الاجيال. تاثير بقى تاثير ده مباشره على الزراعه وعلى الانسان نفسه. طبعا التاثير بيكون تكلفه على الدوله، ان احنا عاوزين مبيدات ونستورد مبيدات عشان نكافح الحشره. ثاني حاجه تكلفه على المزارع لان عاوز يرش كتير. نقص في الانتاجيه لان هي بتنقص انتاجيه كبيره. حضرتك حتى لو انت بتروح السوق تشتري ثمار وتلاقيها عليها اثار حشرات مش بتشتريها، بالظبط بتكون تكلفه وخسائر اقتصاديه. بالاضافه ان بعض الناس ما بعض الـ مش بيراعوا توصيات ويرش بعض المرات.
بتركيز عالي او ماده ما تترشش على الـ على الـ على الـ على الثمار دي، ويبقى فيها متبقي المضادات، وفي الاخر بيشوفها في صوره الصحه تاثير على الصحه العامه على المواطنين. الحشره سريعا بعد اذن حضرتك دكتور شاكر، الحشره اللي حضرتك اشرت ليها او الحشرات اللي حضرتك اشرت ليها في مجلس الشيوخ، هل لها اسم معين؟ هل هي من فصيل معين من قلت لي الذباب زمان كان موجود؟ ذباب الفاكهه السنه دي بقى موجود. ذباب الفاكهه دي موجوده، لكن حضرتك الظروف الجويه يعني احنا كل حشره بيبقى لها فتره بيات شتوي. تمام. نتيجه الدفى اللي كان في الشتاء معظم الحشرات ما دخلتش البيات الشتوي، قاعده تعمل اجيال، هذه الاجيال بتاثر يعني لما معنى ان انا ازود جيل في الحشرات دي مشكله كبيره جدا، تكلفه كتير على الدوله، تكلفه كتير على المزارع، اكيد تاثير على البيئه لان انت عاوز ترشهم بيضات وتلوث البيئه، فبالتالي تكلفه دايره، انت في دايره مفرغه قاعد تلف فيها. لذلك احنا بنشتغل دلوقتي ان احنا بنطلع اصناف مقاومه للاجهاد، بنقول غير مواعيد الزراعه، استخدم وسائل الحمايه للحد من انتشار الحشرات، رش بعض المركبات الحيويه، اتجه الى استخدام الاعداء الحيويه في المكافحه، كل الكلام ده البحث العلمي شغال بحيث ان احنا نطلع منتج عالي الجوده وعالي آمن وامن وبتكلفه اقل في مساله الزراعه او الموضوع. دكتور شاكر ابو المعاطي استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله، ونتمنى ان الموضوع ده يتم النظر ليه في مجلس الشيوخ من طرح المهندس عبد السلام الجبلي. لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في التاسعه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في التاسعه. طبعا النهارده الجمعه 4 اغسطس وانتصف مهرجان العالمين الجديد. المهرجان هينتهي يوم 26 اغسطس والنهارده 4، فاضل تقريبا نص مده المهرجان. تابعنا على مدار الفتره اللي فاتت كلها على الايام اللي فاتت حفلات استثنائيه، اقبال وفعاليات ترفيهيه في كل الانشطه، رياضه، ثقافه، فن، غنى، نجوم من كل مكان. شفنا امبارح الخميس اقرب مثال كان حفله مميزة جدا طبعا للنجوم الكبار مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، لكن الجمعة تحديدا بيكون لي وضع خاص، وتحديدا بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن هي تزيح حفلات مهرجان العالمين على قنواتها المختلفة، والأمر ده لقى استحسان كبير جدا من جانب الجمهور. يعني مش لازم تروح العالمين عشان تشوف الحفلات، لا هتجيلك على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. النهاردة بقى حفلة مختلفة تماما، يعني حفلة كده زي ما بيقولوا حفلة الحفلات، الكينج محمد منير والفنان الكبير حميد الشاعري موجودين النهارده في حفله الجمعه. يا بخت الجمهور الموجود هناك، يعني الموضوع مختلف تماما. اثنين من احب الناس للجيل بتاعي والجيل الجديد، حتى جيل الثمانينات والتسعينات والجيل الحالي، الكينج وشاعري حاجه تانية خالص، حفل تاني تماما، جو تاني خالص. تعالوا بقى نعرف اخر التفاصيل مع زميلنا اللي طبعا موجود هناك في العالمين وبينضم لينا باسم ابو العينين من هناك. باسم برحب بيك الاول، وقول لي بقى النهارده الجمعه الدنيا عامله ايه عندك؟ مساء الفل عليك من العالمين، ويعني جيل الثمانينات والتسعينات احنا خلاص عدينا عجزتنا
النهارده احنا موجودين، يعني لو الشعار بتاع حفله امبارح كامل العدد فالنهارده يعني كامل كامل العدد، لا يوجد موطئ لقدم، الدنيا زحمه جدا. طبعا اسم الفنان الكبير حميد الشاعري والكينج محمد منير يعني هو اكبر داعي للحفله. الناس موجوده بكثافه النهارده في العالمين الجديده عشان حضور الحفله، ومن اوقات كتيره بدري قبل ما حتى الحفله تبتدي عشان يقدروا كل حد يحجز مكانه. طبعا في تنظيم رائع من المنظمين من شركه تذكرتي اللي هم يعني هتلاقيهم في الباك جراوند منتشرين بكثافه على بوابات كتير لتامين وتسهيل الدخول، وطبعا الامن برضو موجود من بدري جدا لتنظيم وتامين الحضور. ان شاء الله عندنا امسيه رائعه النهارده، تعتبر من الامسيات الكبيره يعني فيها اسمين كبار قوي في مصر والعالم العربي، حميد الشاعري ومحمد منير. والمعروف ان احنا النهارده في تاني ايام حفلات هذا الاسبوع اللي بدات امبارح بريهام عبد الحكيم ومدحت صالح، وبكره ان شاء الله اليسا وتامر عاشور، والنهارده الليله الكبيره حميد الشاعري ومحمد منير، ودي ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين والممتد لمده 45 يوم حتى يوم 26 اغسطس من الشهر الجاري. طبعا من اللفتات الجميله اللي يعني لاقت سعاده من ناس كتير ومن الجمهور بصفه عامه موضوع اللي اعلنته الشركه المتحده عن تبرعها ب ريع او ربح المهرجان لحياه كريمه، ويعني الناس قابلته بسعاده، حياه كريمه فقابلته بسعاده كبيره، وكانت لفته عظيمه من الشركه المتحده. النهارده ان شاء الله بنتمنى تكون امسيه جميله، ويكون الجمهور كله يعني نكون عند حسن ظنه، والحفله تكون عند حسن ظنه وينبسط، وتكون اكبر دعايه لمصر والمدينة العالمين الجديدة ان احنا عندنا تدشين لمهرجان بهذا الحجم وبهذه الفخامة وبهذا التنظيم الراقي في مدينة من اجمل المدن، مش هقول في مصر ولكن ممكن نقول في العالم كله، مدينة العالمين الجديدة. ان شاء الله العالم عالمين، وعقبال الموسم الثاني والثالث والعاشر والمية ان شاء الله، وعقبالنا برضو نيجي نتفرج معاك يا باسم في من هناك بقى، مش التلفزيون طبعا. يعني احنا بنحسدك ان انت موجود هناك والحفله طبعا. بس انت كان في نقطه اشرت ليها قبل كده يا باسم في تغطيه، احد التغطيات، ان في شاشات في الشوارع هناك عشان اللي مش قادر يخش، خصوصا حفله زي دي زحمه جدا. انا مش عارف هي مش هتبان عندك لو ورانا هناك المتحده اللي مكتوب عليها المتحده في الخلفيه الزرقاء دي بدايه الحفله، اول ما المطرب بيطلع على الشاشه على المسرح بيبدا يقطع عليه، يعني هي حاليا مكتوب المتحده، لكن بمجرد ما الحفله بتبتدي بيقطع عليه. وفي برضو الناحيه الثانيه بس مش هتشوفها قدامي، شاشه كبيره برضو في الشارع في موقع متميز يقدر اي حد يشوفه حتى لو قاعد جوه عربيته، برضو بتقطع على الحفله. احنا ان شاء الله بعد الحلقه هنلحق نتفرج يعني عليها مع على قنواتنا، قنوات الشركه المتحده للخدمات الإعلامية. باسم أبو العينين، هسيبك لسهرة سعيدة من مهرجان العالمين الجديدة، واستمتع وإحنا مكملين معاك، وسهرة سعيدة. شكرا جزيلا باسم. مشاهدينا هنروح دلوقتي الفاصل، بعد الفاصل عندنا فقرة رئيسية، فقرة الحلقة الليلة هنتكلم فيها عن مشكلات ما بعد الطلاق، واللي كانت إحدى القضايا على طاولة الحوار الوطني ضمن لجنة الحوار المجتمعي أمس. تابعونا بعد الفاصل.
الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء أي مجتمع، فلو اتهد الأسرة اتهد المجتمع. وبالتالي فالنهاردة كنا بنناقش أهم المشاكل اللي ممكن تواجه الأسرة أو الزوج والزوجة بعد الطلاق. إيه هي؟ إحنا ناقشنا موضوع النفقة، ناقشنا موضوع الطاعة، ناقشنا موضوع تالت هخيه مؤخرا يعني لان في بعض الاختلافات فيه او بعض سوء الفهم ليه. اولا بالنسبه للنفقه اللي احنا ناقشناها النهارده، كان في بعض المقترحات اللي انا اقترحتها ان احنا نخلي فيه نفقه مؤقته بدل ما يبقى فيه حكم من اول يوم بنفقه معينه، لان احنا طبعا شهدنا الفتره اللي فاتت انجاز كبير في عدد قضايا والفصل فيها والكلام ده، بس مش عايزه ده يكون فيه اخلال بحق الدفاع للزوج. ولذلك احنا ممكن ناخد خط الوسط وهو فرض نفقه مؤقته في نفس اليوم اللي ترفع فيها الزوجه النفقه، وبعد كده يعني بعد بقى اثبات الدخل بالتحقيق، اثبات الدخل مثلا بمفردات مرتب بتحريات مباحث، يبقى يتحدد النفقه المظبوطه. اللي اتكلمنا عنه النهارده بقى بصدد ان نحافظ على حقوق المراه، فانا قلت ان احنا لازم نديها حقها في الكد والسعاية سواء توفى عنها زوجها أو طلقت، مش توفى عنها زوجها بس، لأن حضرتك عارف دلوقتي في أشكال كتير من القهر للنساء، إن هم بعد سنين من العمر يعني بتلاقي بعض السيدات عقوق الأبناء والأزواج وبتكون موجودة في دار مسنين، وده الحقيقة ما بيضمنش للمرأة أمان ولا بيديها حياة كريمة في ظل دولة تسعى على قدم بالوساق لحياة كريمة لكل مواطن. أهم التوصيات أو السياق اللي كان بيتكلم عنها كنت عايزة أبسط الدنيا وأقول إن مبدأ المساواة يعني العدل، إن إحنا ما ينفعش إن إحنا ناخد نص قانوني نطبقه على كل الناس، وإن الطفل أهم حاجة في النفقة لازم يحتفظ بنفس السكن وبنفس المدرسة وبنفس النفقات اللي كان بيحصل عليها والأب عايش معاه، لأن في أبناء كتير بيتضرروا جراء الانفصال. اللي أنا شايفة أنه طالما حق شخص أنك تنفصل عن الست دي أو هي تنفصل عندك، لكن الطفل مش المفروض أنه هو اللي يدفع الثمن بتاع الانفصال، هو اللي يتعاقب ماديا. المحور اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده محور مهم جدا 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 وبيخص الشعب المصري كله، خاصة مشكلة الطلاق. في يعني ملاحظات ان فيها تزايد الفتره دي بشكل مستمر لاسباب كتيره جدا. كان لينا توصيات وكان لينا بعض الملاحظات، منها ان احنا نمنع المشكله قبل ما تبتدي، زي مثلا احنا كان لينا توصيه ان احنا كحزب مصر اكتوبر وصينا ان وزاره التربيه والتعليم ووزاره البحث العلمي ان هي تعمل ماده تدرس للتماسك المجتمعي، نعرف المراهقين، نعرف الشباب ازاي يتعاملوا، ازاي الزوج يعامل الزوجه، نوع انواع المسؤوليه. النقطه الاخرى ان يعني العقد شريعه المتعاقدين، وهي خاصه بعقد الزواج نفسه، عقد الزواج نفسه ممكن الزوج او الزوجه يكتبوا التفاصيل بتاعتهم البسيطه دي، وبعد كده لما حد فيهم يخل بالاطراف يبقى العقد لاغي او يتم التطليق مع الاحتفاظ بكافه حقوق الطرفين. اهلا بحضراتكم من جديد. الزميل رجاء رمزي زي ما تابعنا في التقرير هو طالع في موضوع مساله ما بعد الطلاق بدورين او داخل بكومين زي ما بيقولوا. كان ليه مقترح امبارح في جلسات الحوار المجتمعي داخل الحوار الوطني تحت عنوان فتسريح بإحسان. الجملة والاسم غاية في الروعة وبيدل على مدلولات عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. امبارح الخميس كان ختام جلسات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني، وتحديدا فيما يتعلق بالملف أو المحور المجتمعي ومناقشة موضوع غاية في الأهمية، موضوع مشاكل أو أسباب أو الأزمات اللي بتحصل ما بعد الطلاق. يعني مش مشكلة بقى أثناء الطلاق ولا الموضوع خاص بالزوجة والزوجة، لا، في أمور، في ثلاث أطراف في المعادلة، في الزوج والزوجة والأولاد، ومن هنا بتأتي أهمية هذا الموضوع. وكان
شيء عظيم ان يتم مناقشته داخل جلسات الحوار الوطني اللي احنا كلنا بنتابعها على مدار الاسابيع اللي فاتت. خلونا نفهم ايه الموضوع وايه قصه مشكلات ما بعد الطلاق وازاي حلها وازاي نحاول نحافظ على الاسره من خلال المبادرات ومن خلال القوانين او المقترحات اللي تم طرحها امبارح. برحب بضيفتي في الاستوديو النهارده الدكتوره امل رضوان استاذ علم الاجتماع. دكتوره امل برحب بحضرتك معنا في التاسعه. اهلا بحضرتك. مشاكل او موضوع مسألة ما بعد الطلاق طبعا. يعني عارفين كلنا المشاكل بعد الطلاق ومحاكم الاسره والنفقه والطاعه والكد والسعايه، وده موضوع مصطلح ربما يكون جديد على الناس ولكنه موضوع ليه خلفيه شرعيه قديمه من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. نبدا منين في موضوع ما بعد الطلاق دكتوره امل؟ نبدا من قبل الجواز. من قبل الجواز. حلو. لان مشاكل ما بعد الطلاق سببها اخطاء ما قبل الزواج، ويمكن ده اللي انا قلته في المؤتمر امبارح، ان احنا محتاجين ان احنا ناخد خطوه استباقيه كأول مقترح قدمته، أن أنا أأهل المقبلين على الجواز. لأن كتير من المشاكل بتكون نتيجة اختيار خاطئ، بتكون نتيجة عدم فهم لطبيعة الآخر واختلافه وإزاي الآخر يتعامل معاه. فأنا اقترحت أو قدمت أن أنا يبقى في تأهيل للمقبلين على الجواز يكون إلزامي وليس اختياري. هو حالياً هو حالياً موجود بس اختياري تقصدي؟ لكن فكرة أن هو يبقى إلزامي، أنا دلوقتي عشان أدي رخصة لشخص يسوق عربية محتاج ان هو لازم يتعلم الامتحان ازاي يعرف يسوق ويجتاز امتحان. فانا برضو ده انت هتقود اسره بالظبط، هتطلع اطفال للمجتمع، فيبقى لازم اللبنه الاولى زي ما بنقول دايما تكون المجتمع. فده مهم جدا انا اهله افهمه يعني ايه زواج، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه ازاي تتعامل مع الاخر سواء كان الرجل او المراه، وازاي هم مختلفين بس بيكملوا بعض، وان هم مش داخلين حرب. يعني انا دايما بشوف ان اما الناس تبقى واخده صف الراجل او صف المراه، وده ضد الاثنين. يعني هي الفكره ان هم داخلين يكونوا اسره، داخلين يساعدوا بعض، داخلين يكونوا حياه ويعيشوا حياه مستقره. فنقطه فكره ان التاهيل وفهم الحياه الزوجيه قبل الزواج دي مهمه قوي قوي قوي، ويعرفوا حتى يعني ايه تربيه من ضمن برضو المحتويات مثلا. اكيد، لان هو في النهايه اللي بيدفع الثمن هو الناشئ اللي طالع او طيب هل مساله ما قبل الزواج بقى اذا كنا بنتكلم ما بعد الطلاق فاحنا عايزين نحل من ما قبل الزواج، هل بيقتصر على مساله الوعي فقط ولا كان في مقترحات باضافه بنود في عقد الزواج؟ ده مهم قوي فكره ان انا يعني يكون في وثيقه الزواج فيها موضحه بعض الاشتراطات، بعض اللي هو تعديل عقد الزواج والوجبات والشروط. ما فيش مشكله ان يبقى فيها شروط، يبقى فيها حتى تحديد لو لا قدر الله حصل طلاق يبقى في ايه نسبته قد ايه. حتى فكره الكد والسعايه، الكد والسعايه هي المقصود بيها ان الزوجه يكون ليها نصيب نسبة مما كونه الزوج، ويمكن برضو كان في غير نصيبها في الميراث او في حاله الطلاق برضو ويمكن حتى برضو انا قدمت امبارح مقترح ان يكون سواء كانت تعمل او حتى لا تعمل. لان حتى لو هي لا تعمل دي هي بتعمل، هي بتعمل زوجه وبتعمل ام وضحت بعمرها كله وحياتها ودور والتربيه والتوجيه والرعايه الصحيه والرعايه التعليميه، كل ده عاده الام هي اللي بتقوم بيه. فمش من الانسانيه ولا من الشرع ولا من الدين ان تيجي مثلا بعد سنين من الزواج فجاه تلاقي نفسها بلا نفقه وبلا ماوى وبلا اي شيء. الشروط دي تضع في عقد الزواج. يعني احنا بنقترح ان كمان يبقى في نسبه من على حسب عدد سنوات الزواج، تبقى ليها نسبه من دخل زوجها من ممتلكات الزوج في حاله الطلاق بس. وفي حاله يعني برضو انها لو شاركت بقى كامراه عامله حتى في حاله وفاه الزوج يبقى نصيبها في ده بخلاف نصيبها الشرعي في الميراث، لان ده حق ليها، هو مش حاجه يعني احنا بنطالب مثلا حاجه تمييز للمراه ولا شيء. لا ده حقها، لكن حقها لان هي عملت بالفعل. يعني هو الموظف في نهايه خدمته بياخد مكافاه نهايه خدمه وبياخد شهاده تقدير وشكر، فازاي ان انا حق يعني بس افهم من كده كلام حضرتك ان هو كل التعديلات المقترحه بتصب بس ناحيه الزوجه، لان احنا لسه عايزين نتكلم على صياغه هذه التعديلات. لا هي احنا لما ما احنا بس مش عايزين الموضوع يروح ان احنا المراه، ما هو الراجل برضه بيعاني أكيد بعد الزواج وكل الاسره عموما. بالتاكيد هما بس امبارح كانوا بيتكلموا في ثلاث قضايا فقط، مش كل قضايا ما بعد الطلاق، هما كانوا بيتكلموا على النفقه والطاعه والكد والسعي.
حتى فكره تاهيل المقبلين على الجواز دي مش للمراه بس، دي للاثنين. لا للاثنين، فهي مصلحه للاثنين وهي ملزمه للاثنين، وعشان مصلحه الطفل اللي مع الاسف هو اكتر شخص بيتضرر في الاخر. يعني كتير من الاطفال نتيجه الخلافات الزوجيه والطلاق والمشاكل دي كلها وانقساماتهم والمحاكم، بتلاقي ان الطفل ده مش لاقي رعايه نفسيه على الاطلاق، عنده يعني ممكن يصاب بتشوهات نفسيه واضطرابات نفسيه نتيجه ده اكيد. او يعني هو لازم ينعكس عليه الجو، لازم ينعكس على الطفل مع الاسف طبعا. طيب مساله التوعيه حضرتك كنت اكدت عليها انك مقترحك الرئيسي. تمام. طب تعديل قانون الزواج، يعني هي تعديل عقد الزواج يا أسف. هي بس تبقى في بنود واضحه بتحدد الواجبات الحقوق، لو في شروط معينه، لو في فكره الكد والسعايه يبتدي ان هو بقى قانونيين ويحسبوها ان احنا ممكن نعملها ازاي، طبعا بما يتفق مع الشرع. يعني احنا كل اللي بنتكلمه ان هو ما هو الشرع هو اللي بيحمي حقوق الجميع، مش للمراه ولا ضد الرجل ولا اي حاجه، كل من خلال القانون والشرع. طيب بالزبط. بس احنا في مجتمعنا الحديث عن ان هو نيجي لو كتبنا في عقد الزواج، انا مع حضرتك في مساله التوعيه وضروره التوعيه ان تبقى الزاميه. تمام. وتبقى الزاميه زي ما المثل اللي ضربتيه زي رخصه السواقه كده، ما تطلعش بواسطه. لان الواسطه دي هتدمر حاجات كتير. بالظبط. طيب انا متفق تماما، انا كمجتمع شرقي ان انا متفق ان يبقى في مساله توعيه، لكن لما الناس تقول لك انت هتتكلم عن الانفصال ليه قبل الجواز، احنا جايين نفتح بيت وهنتكلم ليه؟ اصلا انا من خلال متابعتي للحوار امبارح كان في بعض المشاركين بيقول لك ان احنا نكتب ان لو قعدنا كام سنه مع بعض يبقى في كذا، لو انفصلنا في الحاله. احنا مجتمع برضو اعتقد ما زلنا لحد دلوقتي عندنا فكره ان احنا نبقى كل حاجه كده مكتوبه، بالذات في حته الاعم اقول لك سيبها على الله. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ لا، هي فكره ان انا يعني ناخد المواضيع ببساطه شويه، ان هي تبقى بنوضح الحقوق بس والواجبات عشان بس لو لا قدر الله، لكن هم ما هم المفروض الطبيعي ان هم داخلين عشان يكونوا حياه ويستمروا، لكن حصل اي شيء في الطريق فيبقى امساكهم بمعروف او تسريح باحسان، يبقى الفراق نقول عليه فراق راقي، طلاق راقي، بيراعي في مشاعر الاخر، بيحترم وبيقدره، خصوصا لو في اطفال، فلازم العلاقة هتبقى مستمرة على الأقل، بس يكون في احترام ما بينهم، مش محاكم، مش مشاكل. هو يعني التسريح بإحسان، يعني هي كلمة إحسان دي أصلا يعني اللي يقدر يحسن للتاني. أيوة. ويقدر يتنازل يحسن إليه. طيب سريعا دكتورة أمل، مسألة التوعية ومسألة العقد، احنا بنتكلم في حقوق ما بعد الطلاق، هل ده برضو ممكن يأثر على نسب الطلاق ان هي تقل برضو لو خدنا لو طبقنا ده؟ يعني انا اعتقد يبقى احنا اشتغلنا على الجنبين اكيد. يعني اكيد، وهو ده الاهم. يعني احنا هدفنا مش ان احنا نحل مشاكل ما بعد الطلاق، احنا هدفنا ان احنا نحد من الطلاق، ان احنا عايزين ان الحياه الزوجيه تستقر. يمكن حتى برضو من ضمن المقترحات اللي انا قدمتها امبارح هي فكره الانذار الطاعه اللي بيجي على يد محضر. انا صرحت بان انا برفض ده تماما، طاعه المراه واجب لزوجها، ده طبعا متفقين عليه شرعا، ولكن هل في الشرع ما يقول ان انا اجيبها على يد محضر او ان انا اذلها واهينها واقهرها؟ يمكن كمان انا بشوف ان ده فيه اهانه لكرامه الرجل نفسه، ان انت كيف لك ان تقبل ان هي جايه لك مع محضر، ان طيب. انت تعيش ان واحده رفضاك وتعيش طيب. معاها. احنا مستمرين اكيد طبعا في متابعه الحوار المجتمعي، لانه هو من المحاور اللي هتهم بقى الناس مباشره، الاسره. اكيد. فمشكورك جدا دكتوره امل رضوان، الوقت ضيق جدا يعني عذرينا، لكن كان مهم نسلط الضوء على مساله التوعيه قبل الزواج، وهي مساله برضو اذا كانت اجباريه فمن جوه الانسان هي لازم تكون اختياريه، وان انت الزوج او الزوجه يبداوا يشوفوا الحياه تمشي ازاي. دكتوره امل رضوان استاذ علم الاجتماع واحد المشاركات في المحور المجتمعي فيما يتعلق بموضوعات ما بعد الطلاق، شكرا جزيلا ليكي، كنت منورانا النهارده في التاسعه. شكرا لحضرتك. مشاهدينا كان معانا الدكتور امل رضوان استاذ الاجتماع، وناقشت وقدمت مقترحات امبارح في جلسه ما بعد الطلاق في المحور المجتمعي من خلال قضايا الحوار الوطني. خلصت الحلقة التاسعة، كان فيها بعض الموضوعات سريعا قدرنا نطرحها على حضراتكم ونناقشها، سواء ما بين موضوعات ترفيهية، موضوعات اجتماعية مهمة جدا زي ما ناقشنا مع الدكتورة أمل رضوان ضيفة التاسعة النهاردة. مكملين بكرة معاكم التاسعة إن شاء الله مع زميل جديد، ونترككم دلوقتي مع بيت للكل. شكرا جزيلا لحضراتكم وتصبحوا على ألف خير.